انا سموني صحاري فاطمه، عندي 3 وليدات وساكنه هنا في بلديه سيرات في دوار جديد في الاعانه تاع جديد، وعند وين جا الوالي ساكنه هنايا، ساكنه في سكنه تاع واحد عطيهاني في سبيل الله، قال لي وين ما فرج عليك ربي خرجي. درك انا يعني خايفه لي خرجني في الايام، ماك عارف هذا تتبدل ما تحصيش الواحد كاع كي غادي يدور، راني خايفه على يقول لي خرجي وما عنديش وين نروح. عندي يعني الوالي من حكيت له وقلت له بلي كيف كيف ما زعما ما ديهاش فيا كاع. اش قال لك؟ قال لي دبري راسك، هذه كلمه دبر راسي، انا وليا ما عنديش ندير، لا غالب عليا، شكيت له ليه هو وشاكي ربي من نهار ربي وما عنديش واش ندير، لا غالب. ودرتي ملف سكن؟ دايره ملف سكن من 2011 تاع الاعانه، ودايره ملف واحد اخر تاع 2012 تاع البطيمات. قلت انايا اللي خرجت اللي فيها الخير يجيبها ربي. خرجتي ولا مازال؟ مازال ما خرجتش كاع. وعلاش؟ مانيش عارفه هذه كنت، وعلاش مانيش عارفه، مانيش عارفه الراجل، خاطرش عندي الراجل ما يخدمش، الا يخدم نهار 10 ايام قاعد، مانيش عارفه يشوفوا الشهريه تاع الزوج، مانيش عارفه يشوفوا المدخول، لا غالب المدخول ما عنديش. شحال يخرج الزوج تاعك؟ ما عنديش كاع المدخول، يخدم نهار يجي فيا ربي 120 100 ترديبه يوكلها لوليداته. ما عنديش المدخول خلاص. الزوج تاعك وين كان يسكن؟ كان يسكن في سيرت دوار كراشه. في سيره دوار كراشه؟ واه دوار كراشه. ودفع الملف تاعو في بلد سيرت؟ دافع في سيرت. واه. وما عطاوهش كاع يعني؟ ما عطاوهش كاع الاعانه، لا اعانه لا سكنه ايجاريه. واش تطلبي من رئيس الجمهوريه فيما يخص اهانه الوالي لما قال لك دبي راسك؟ نطلب من رئيس الجمهوريه ان شاء الله بربي، نطلب من رئيس الجمهوريه يعاوني يعطيني غير سكينه بزاف عليا، خاصني غير وين نستر هذا مكان. شحال عندك من الاولاد؟ عندي 3. يقرا؟ يقرا واحد في الثالثه واحد في السنه الاولى. وشكون يديهم ويجيبهم؟ يهودوا وحدهم، كانوا بوهم يديهم في الموبيلات في الدراجة ناري، ودروك راهم يهودوا وحدهم، يهودوا ويطلعوا وحدهم.